معي للحديث عن التعليم الطبي وأحوال الأطباء الأستاذة الدكتورة رندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وأستاذ علم وظائف الأعضاء بالجامعات المصرية. نائبة وأكاديمية وأستاذة في علم وظائف الأعضاء ووجه بارز في العمل العام والحوار الوطني، تهتم بصفة خاصة بقضايا تطوير التعليم والبحث العلمي ودعم قضايا المرأة. عملت نائبة لرئيس جامعة بنها وأستاذة بكلية الطب بالجامعة منذ عام 2004، وتشغل عضوية مجلس الشيوخ كنائب لرئيس لجنة التعليم والبحث العلمي وعضوية اللجنة القومية للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات. أسست الدكتورة رندا مصطفى أول كلية للطب بجامعة الشارقة، ورأست الأقسام الأكاديمية فيها لعشر سنوات، وشاركت بأبحاثها في مختبرات قسم الجراحة بجامعة بيتسبرغ عامي 2000 و2001، وحصلت على زمالة علم وظائف الأعضاء من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. نالت الدكتورة رندا مصطفى جائزة التميز في البحث العلمي عام 2010 من جامعة الشارقة، وجائزة تبسيط العلوم الطبية عام 2004 من وزارة الثقافة المصرية، ولها أكثر من 100 بحث علمي في الفسيولوجيا الإكلينيكية والتعليم الطبي،